نجاة، صباح الخير حبيبتي. عليكم ازيك يا السلام. دكتورة؟ ازيك يا الحمد حبيبتي؟ لله، عاملة ايه؟ دكتورة الحمد لله. أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، قولي. الموضوع ده جميل ومش هيكفي ساعة أو ساعتين، حاضر حاضر. عايزين يعني وقت طويل فيه عشان نتكلم براحتنا كده، وموضوع شيق وجميل. انا مبسوطة جدا جدا انك اه قلتي لي الموضوع ده كده. جميل جدا، حضرتك بتقولي حاجة مهمة جدا في المجتمع. طب الحمد لله، انا عايزه، انا كاتبه حاجه تفضل واقولها لحضرتك، تفضل. وعايزه حضرتك تتكلمي في الموضوع ده يعني، وتكلمي الناس في الموضوع ده، عشان يعني الموضوع ده ازمه كبيره اللي انا هقولها دي. طب اتفضلي بس بسرعة بقى يا نجاة، علشان احنا الوقت فاضل لنا دقيقة ماشي. واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، مطلقه تصرف لا تدفع ما حلال لي رجل، وتقول لبعض افراد المجتمع اتركوني لحالي، قالوا لها مطلقه ولا تفرق، قد اخذت طلاقي، ما لكم تحصرونني من جميع النواحي، اعتمدونني على القرار اخذته في ذاتي، قالوا لها لقد اصبحت بلا رجل يراكي، قالت خالقي سوف يرعاني، ولم ينساني، عدم لقاهم يرفضون ما احله لي ربي، لقد عجزت عن الاستمرار وكان لابد من الفراق، ان انا الذي سوف اعيش ام انتم الذين سوف تعيشون حياتي، لقد فرغت عن تغاضي عن حديثكم ولا ابالي، لقد فعلت ما احله لي ربي واخذت حرياتي. النبي يا دكتوره تتكلموا في الحكايه دي، عشان المجتمع يعني لازم يرحم الارمله والمطلقه، ايه ده لان انتي غصب قلتي؟ عنهم يعني يبقى غصب عنها الخلاص، يبقى غصب عنها الموت، ده لازم يرحموه. نجاة انا بشكرك والله العظيم، بشكرك متشكرة أنا جدا. لحضرتك، حاضر حضرتك حاضر يا نجاة، والله العظيم انتي قلتي كلام مهم جدا جدا. الدولة بكل قيادتها، بكل مسؤولينها، سيادة الرئيس، كل مواطن مصري، لما يحصل حراك مجتمعي، لما الرئيس قال إن إحنا عايزين نطور الأسرة المصرية ونطور علاقتنا ونعمل مبادرات تخلي العلاقات ألطف علشان نسب الطلاق العالية جدا، لأن الأسر المصرية، أقول لكم كلمة وما تزعلوش مني، يعني حتى الآن الأسرة تقوم على صبر النساء. طيب هل صبر النساء ده لوحده مطلق؟ طب وهل صبر الرجال مش موجود؟ لا موجود، بس في الغالب زي ما نجات قالت، كتير من القسوة بتقع على المرأة في كل حالاتها، متزوجة، مطلقة، أرملة، ما تجوزتش، طول الوقت بنوقع عليها أحكام، والأحكام خطيرة جدا. طب احنا يعني بنوقعش على الرجل أحكام، بنوقع الحقيقة برضو على الرجال أحكام، تخيلوا. عشان كده موضوع الذكاء الانفعالي، وبناء على مكالمة نجات، وانا حاسه بمعاناتك والله يا نجاة، يعني شكرا ان انتي هتاخدينا المنطقه تطبيقيه بقى، التطبيق الواقعي والحياتي على كتير من مشاكل الاسر المصريه. نتيجه ايه؟ انا ما عنديش توازن انفعالي، او باخد راحتي في بيتي، امال هاخد راحتي فين يعني؟ امال هزعق فين واتخانق فين؟ على فكره مش ده ذكاء الانفعالي. طيب نتقابل الحلقه الجايه. من هنا للحلقة الجاية، خليكوا في أحسن حالاتكم، وأنا كمان في أحسن حالاتي إن شاء الله. دكتور مود، الأسبوع الجاي نتقابل تاني. إيمان نوار، محمد صلاح، نادية النشار.